قرية تحسين اللي أعلنت انفصالها عن محافظة الدقهلية وأعلنت إنها هتبقى تابعة رأسا لرئاسة الجمهورية بسبب انعدام الخدمات، لا مية ولا كهرباء ولا طريق. تعالوا نشوف حكاية قرية التحسين. عم حلمي، انت من اهالي قرية تحسين مش كده؟ قول لي انتوا ليه قررتوا ان انتوا تنفصلوا عن المحافظة؟ مفيش حد بيقوم بالمصلحة بتاعتنا، بيوعدونا وما بيعملوش لا اكتر ولا اقل. طيب وانتوا قررتوا ان انتوا تبقوا تابعين لرئاسة الجمهورية على طول؟ الجمهورية على طول. طيب قول لي بقى، المية كانت حالتها عاملة ازاي وبعدين بقت عاملة ازاي؟ ما كانت حالتها وحش. صحتك كويسة؟ ولا انا عيان والله. عندك ايه بقى؟ والله عندي الكلاديات. ربنا يصلح الحال يا عم حلمي. كلها على الله. ميه لو انت هتشرب منها مش هتقدر تشرب منها، ما ترضاش تشرب مني. ابني بقاله 4 أيام في المستشفى، لا كل ولا شرب ولا داقي الاكل، ونايم عامل اضراب هناك في المستشفى. نشرب ازاي ونمشي ازاي؟ احنا بني ادمين برضه. المرض مسكنا، المرض مسكنا خالص يا بيه. مستشفى بني عبيد، عدد من شباب قرية التحسين أضربوا عن الطعام وعملوا اعتصام مفتوح في المستشفى. عمرو، إيه السبب اللي خلاكوا تعملوا هذا الاعتصام والإضراب عن الطعام؟ حضرتك، إحنا قرية أنشأت منذ 60 سنة، معدمين خدمياً، ما بتوصلناش أي خدمات. مشكلة المية إيه؟ مشكلة المية حضرتك، هو أصلاً مشكلة المية إحنا عانينا عما وصلت لنا المية. لما وصلت المية اختلطت بالصرف الصحي، لان احنا غير موجود عندنا شبكة صرف صحي، فبقت المية ملوثة. احب اقول لحضرتك برضو، امال الصرف بيحصل ازاي في القرية في شبكة صرف صحي ازاي؟ عن طريق مواسير معمولة برضو عن الاهالي بالجهود الذاتية، ماشي، ولكن برضو بتصرف في الترع اللي هي بتروي اراضينا حضرتك، اللي هي في طرنشات بتتعمل اللي بيحصل فيها الصرف وبعدين ترمي بعد كده على الترع. تمام. اللي هي اصلا بتسقى اراضينا، فحضرتك الميه بتتلوث، فبنصيب كلنا بالفشل الكلوي والامراض المعديه والكبد الوبائي. طيب ميه الشرب بقى ايه اللي بيحصل فيها؟ الميه حضرتك اصلا ما بتجيلناش باستمرار، الميه دائما وابدا مقطوعه، توصلناش الا في الليل متاخر، ولما بتوصل يا تملى يا ما تملى. فاحنا اصلا بنعاني من عدم وجود المايه اصلا، لان المايه ما بتوصلناش. قدمتوا شكاوى علشان موضوع المايه ده ولا ما قدمتوش قبل كده؟ لا، احنا قدمنا ملايين الشكاوى ولكن بلا جواب. فقررت ان انا النهارده ان انا اموت بجد، علشان في ناس كتير تحيا من بعد. لما انا اموت، واحد يموت ماشي، ولكن اللي بعده يعيشوا حياه كويسه ينعموا بيها، يعيشوا ويحسوا ان هم من سكان مصر بجد. احس ان اموت وانا سعيد، مش هتفرق معايا. شايف انه الاجراء اللي انتوا خدتوه بتاع الانفصال عن محافظه الدقهليه ممكن يوصل لغايه فين؟ حضرتك، احنا انفصلنا عن محافظه الدقهليه لان احنا اصلا مش معدودين من سكان محافظه الدقهليه. الساده المسؤولين اعتبرونا ما احناش من اهل المحافظه، ناسونا او تناسونا بمعنى الكلم، لكننا مش موجودين. فخلاص المحافظه ما مش معتبرنا ان احنا هم اللي اجبرونا ان احنا نقول حاجه زي كده او ان احنا ننفصل عنه. متصور انه هيحصل استجابه؟ هو ربنا، احنا بندعو ربنا قبل كل شيء، ان هو يعني كل مسؤول بجد لو شاف ان ابنه اللي نايم على السرير ده دلوقتي مضرب عن الطعام ومعرض نفسه للموت بجد هيحس. لكن حب الكرسي وحب السيطرة والهيمنة وحب المال قبل كل شيء، هو ده اللي مخلي الناس دي مسالة فينا ولحتى معبرنا. القرار اللي انتوا خدتوه بالانفصال عن محافظة الدقهلية هيجيب نتيجة؟ والله احنا خدنا قرار مجبرين عليه. ليه؟ لان المحافظ، احنا اعلنا انفصالنا الاداري عن المحافظة لان المحافظ فصلنا، المحافظ عزلنا، المحافظ طلعنا بره حسابات محافظة الدقهلية. انا بدفع فلوس نظير خدمات، فانا بدفع فلوس وما باخدش خدمات، تبقى دي اسمها ايه؟ المية وصلت كام مريض للفشل الكلوي وامراض بسبب؟ كتير جدا كتير جدا، ومنهم نماذج موجوده. وبقول للسيد المسؤول ايا كان، المحافظ، رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه، لو انتوا بتشوفوه على الشاشه كذب، انزلوا على ارض الواقع. لو المحافظ شايف اللي احنا نقوله كذب انزل على ارض الواقع. لو رئيس الجمهوريه شايف اللي احنا بنعمله ده كذب او اللي احنا بنقوله ده معلومات مغلوطه، طب ما ينزل، القريه موجوده.